بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أما بعد، فهذه نعمة من الله جل وعلا تفضل بها علينا، وكانت من مجهودات الرئاسة العامة للمسجدين الحرام والمسجد النبوي. هذه نعمة عظيمة تستحق منا الشكر لله جل وعلا، ثم الاعتراف بالفضل للقائمين على هذه الندوة العلمية، فهذه يستفاد منها كثيرا، ويحصل منها الطالب على فوائد كثيرة قد لا يحصل عليها في سنة كاملة، لأنها دورة مكثفة فيجمع فيها المعلومات، تجمع فيها جمعا واضحا جليا يستفيد منها طالب العلم إن شاء الله. أيها الإخوة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية، هذا خطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين، يناديهم بأحب الصفات وأكملها إليهم وأزكاها عنده سبحانه وتعالى، قائلا لجميع المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنها إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. والجدير بالمؤمن إذا ناداه ربه بشيء ما أن يصغي سمعه ويستجيب لذلك، فتلك نداء من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بهذه الصفة المحببة إليهم وإليه سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. كتب بمعنى فرض عليكم الصيام، فهو فرض عين على كل مسلم إذا استطاع ذلك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فجاء في الحديث
أن الصيام فرض على سائر الأمم السابقة من لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو فرض على السابقين واللاحقين، فرض على الجميع، لأن له ميزة الصيام، وذلك أنه يزكي النفس ويطهر البدن وفيه صحة وعافية وثواب عظيم وتزكية للنفس وإبعاد لها عن الشكوك والرياء والسمعة، يعمل العمل خالصا لوجه الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الأمم السابقة، فالأمم السابقة كلها فرض عليها الصيام، لكنه قد يختلف عن صيامنا، فنحن والحمد لله فرض علينا فرضا ميسرا سهلا يطيقه الصغير والكبير، والحمد لله على ذلك، ومن عجز عنه فله الرخصة كما سيأتينا إن شاء الله. كما كتب على الذين من قبلكم ليس خاصا بكم، وهذا يستدعي من المسلم أن ينافس في هذا الفرض وفي هذا الواجب وفي هذا الأداء، يؤديه على أكمل وجه وأحسنه، لأنه فرض على كل الأمم، فحري بنا أن نحرص على تزكية أنفسنا وإبعادها عن الشكوك والرذائل والرياء والسمعة، نربيها بالصيام. وقد نادى صلى الله عليه وسلم الشباب بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والصيام أيها الإخوة من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله جل وعلا، وهو المنسوب إلى ربنا جل وعلا في الحديث الآخر: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، يقول الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أليس كل الأعمال لا تنفع صاحبها إلا إذا كانت خالصة لوجه الله؟ بلى. لما أضاف الصيام لنفسه جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به؟ لأن الغالب في الصيام الصائم لا يدخله رياء ولا شك، يعمل العمل لوجه الله جل وعلا، وتنقطع شهوته الدنيوية والمادية والبدنية، يبعدها عنه ولا يخطر على باله إلا الخير. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وإذا تولى الله جل وعلا الجزاء فليبشر المسلم بالخير العظيم، لأن الله جل وعلا يثيب على الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، علما أن الصيام تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، أنواع الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله،
وصبر على أقدار الله المؤلمة كالجوع والعطش. فإذا اجتمعت أنواع الصبر الثلاثة فالله جل وعلا وعد الصابرين بالثواب الجزيل، فقال عز من قائل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا يدخله الحساب ولا العد ولا الحصر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أنواع الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، يتحمل المؤمن المشقة في أوقات الصلاة والعذاب الذي يأتيه من قبلها والأذى، يصبر على ذلك ويؤجر. صبر عن معصية الله، صبر عن سائر المفطرات لأنها كلها معصية إذا استعملها وانتهك الحرمة وقع في الإثم. صبر على أقدار الله المؤلمة، يصبر على الجوع والعطش وضيق الصدر وغير ذلك من الأمور التي تعرض للصائم. فليحمد الله جل وعلا المسلم على ذلك، وليقبل على صيامه بقلب رضي خاشع مقبل على الله جل وعلا، يرجو ثوابه ويخاف عقابه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيها الإخوة، الصيام هو الإمساك عن الحركة أو المشي أو الكلام أو أي شيء لغة، فللصيام تعريف شرعي وله تعريف لغوي. فاللغوي يعني الإمساك السكوت، الإمساك الوقوف عن الحركة، الإمساك ترك الطعام والشراب وغير ذلك، كما قالت مريم عليها السلام لما جاءت بولدها تحمله وهي يظنون أنها من أين أتت بهذا الوالد بلد، قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أسكت، ما أجيبكم بشيء، اسألوه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فنطق عليه الصلاة والسلام في المهد وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ساعة ولادته، بعد الولادة مباشرة. كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قالت: اسألوه من أين لك هذا يا مريم، أنت جئت بشيء فري صعب، ما كان بيتك معروف بالشقاء وسوء الظن، كيف أتيت بهذا الولد؟ قالت: سألوه. كيف نسأل؟ اسألوه. فلما توجه السؤال إليه قبل أن يتوجه، قبل أن يقول له الناس شيئا، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى آخر الآيات عليه الصلاة والسلام. ويقول الشاعر في مدح الخيل وأنها متوفرة لديهم: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. خير صيام يعني واقفة، وخير غير صائمة متحركة تحت العجاج في القتال، وأخرى تعلك اللجما، أخرى تعلك اللجام، تنتظر متى تؤخذ للجهاد والقتال. فالصيام إمساك، والإمساك ترك الحركة أو ترك الأكل أو ترك النوم أو ترك أي شيء يفعل تتركه.
والصيام الشرعي هو السكوت؟ لا. الوقوف؟ لا. الصيام الشرعي الامتناع عن الطعام والشراب والنكاح بنية مخصوصة تقرب إلى الله جل وعلا. لو أن واحدا منا أصبح في يوم من الأيام وإذا هو لا يشتهي الفطور ولا عنده قابلية للأكل، يقول أنا ما آكل اليوم، ما نوى الصيام بس يبي يصحح بدنه، هل يؤجر؟ هل يقال صائم؟ لا، يقال صائم لغة، لكن شرعا لا، شرعا لا بد من نية مخصوصة تقرب إلى الله جل وعلا. الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات والنكاح وغير ذلك من الأمور، وكماله بالبعد عن الكلام السيء الغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور والكذب والافتراء على المسلمين واتهام هذا بأنه كذا وهذا بأنه كذا وهذا بأنه كذا، كأن الرجل مكلف بأن يقيم عباد الله، وإنما يمسك عن هذه الأمور صحيح يتم صومه، وإلا فلو ما أمسك فصومه صحيح إذا امتنع عن الطعام والأكل والشراب، لكنه يكون كصوم المرأتين والعياذ بالله اللتان جلست إحداهما إلى الأخرى فأخذا يأكلان في لحوم الناس. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم عن أن يتناول زيد أو عمرو أو محمد بالسب أو الغيبة أو اتهام أو نحو ذلك من شيء لا يدري عنه، كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام مكتوب على الأمم السابقة كما جاء في الحديث أنه من لدن آدم إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والصيام مفروض على كل أمة لحاجة البدن إليه ولحاجة النفس إليه، ولأنه يزكي البدن ويطهره ويبعد عنه الأخلاط السيئة، ويزكي النفس ويبعدها عن الأخلاق السيئة من سوء الظن وغير ذلك، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل من الله جل وعلا واجبة، يعني يحصل لكم هذا الثواب، يحصل لكم اتقاء الله جل وعلا. لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، احذر هذا، يكون صومك عليه لباس تخاف من أن يكتب عليك كلام سيء، كما قال الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كان بعض السلف رحمة الله عليهم إذا صام الواحد منهم لزم المسجد، وقال نحفظ صيامنا لا نوزعه على زيد وعبيد، نعطيهم إياه ونقول خذوا صيامنا، لا، نحفظه لنا، يلزم المسجد ولا يروح لا يمين ولا شمال علشان ما يتكلم بشيء سيء. لعلكم تتقون، ففيها هذه الآية بشارة للمسلم الذي يحفظ صومه بأنه سبب لتقوى، والله جل وعلا يحب المتقين.
نرجو الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من أحبابه سبحانه وتعالى، ومن يتقرب إليه بما يحب سبحانه، لعلكم تتقون. أياما معدودات، ليس بكثيرة، أيام سهلة معدودة، والمعدود ينتهي إلى محالة، ليست زائدة ليست كثيرة، أياما معدودات. ثم رخص جل وعلا لمن كان منا مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أياما معدودة وليست مطلقة، لا، بل هي أيام محددة لا تزيد ولا تنقص. وليحذر المسلم الزيادة في غير محلها كما فعل أهل الكتاب، زادوا يوما ويوما ويوما حتى اختلطت عليهم الأيام وكثرت وعجزوا عنها. أياما معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، قد يأتي شهر الصيام والإنسان مريض ما يستطيع الصيام، يأتي شهر الصيام والإنسان مسافر يلزمه يجلس في مكانه ما يتحرك، لا، ينطلق في عمله، وأيام الصيام أيام نشاط وأيام جد وأيام جهاد، أغلب غزوات النبي صلى الله عليه وسلم المنصورة والمظفرة كانت في رمضان. غزوة بدر أول غزوة بين الإسلام والكفر قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، كانت متى؟ في رمضان. ما قالوا يا رسول الله كيف نغزو ونحن صيام، غزوا وهم صيام، فلما شق عليهم الصيام أفطروا والحمد لله. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أبي حرج، أفطر يوم يصوم يوم بدله، أفطر خمسة أيام يصوم خمسة أيام بدله، ولا يزيد. أفطر أياما كثيرة من رمضان يصوم بدلها، فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه، وفي قراءة يطوقونه، يطيقونه فدية طعام مسكين، في قراءة وعلى الذين يطيقونه، وقراءة أخرى وعلى الذين يطوقونه، قراءة مشهورة وعلى الذين يطيقونه، يعني يطيق الصيام لكنه ما يحب أن يصوم، فلا بأس عليه يفطر ويقضي من أيام أخرى، هذا أول الأمر، لأن الله جل وعلا سنته في خلقه أنه يتدرج بهم تدرجا، ما يفرض عليهم الشيء الشاق من أول وهلة، لا، بل يتدرج بهم تدرجا حتى يطيقون الشيء. وعلى الذين يطيقونه فدية، كان في أول الأمر المسلم مخير بين أن يصوم أو يفتي، كما سيأتينا مراحل الصيام إن شاء الله، بين أن يصوم أو يفتي، إذا صام فبها ونعمة حسن، وإذا لم يصم يفتي، يطعم مسكين عن كل يوم ويفطر ولا إثم عليه. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا، تطوع زاد، أطعم مسكينين، هذا حسن، لأن الصدقة
يستحب الزيادة فيها. واحد زكاة ماله 1000 ريال طلع 2000، هذا يرجى له خير. واحد مثلا يطعم 6 مساكين عن كفارة أطعم كيس رز، آخر عليه إطعام 10 مساكين فدية يمين كفارة يمين إطعام 10 مساكين، فأخرج كيس رز في 50 كيلو أو 40 كيلو مثلا، والواجب عليه 15 كيلو، لكنه تطوع زاد، فزيادة في الصدقة مطلوبة ومستحبة. أن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. أنت أخي المسلم في أول الأمر، هذا ما هو إلى الآن، نحلل الآيات نوضحها ثم نرجع نذكر الأقوال وما ورد في ذلك. وأن تصوموا خير لكم. هذا الرجل يستطيع الصيام لكنه يقول أبا تصدق عن الصيام، يقول مقبولة صدقتك، تصدق وزد في الصدقة بعد آجر لك، أطعم عن اليوم 2 مسكين 3 مساكين. يقول أيهما أفضل؟ نقول لا يا أخي، لا سواء، الأفضل أن تصوم. الصيام يحصل لك فيه خير كثير بخلاف الصدقة، الصدقة مقبولة وتخفف عنك الإثم ولا إثم عليك، لكنها دون الصيام. وإلا من حيث النفع فالصدقة يتعدى نفعها أكثر، وجرت سنة الله في العباد أن كل شيء يتعدى نفعه فهو أفضل من القاصر على نفسه، لكن الصيام لا، ما يدخل في هذا. الصيام ما يتعدى نفعه لكنه فائدته للإنسان عظيمة. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون ما ينفعكم وما يضركم، فافعلوا ما ينفعكم واجتنبوا ما يضركم. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون، وصوموا ولا تتصدقوا. هذا في أول الأمر، صدر الإسلام، كما قال معاذ رضي الله عنه: إن الله تدرج بالصيام على عباده تدرجا 3 أحوال. 3 أحوال: أولا كان الصيام 3 أيام من كل شهر، الناس ما تعودوا، يوم عاشوراء يجب صيامه، كان إذا صام المسلم 3 أيام من الشهر فقد أدى الصيام الواجب ويوم عاشوراء. ثم فرض الله جل وعلا صيام شهر رمضان، قال تعالى: كما سيأتينا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، من جاءته شهر رمضان وهو حاضر فيجب عليه أن يصوم ولا يصح أن يتصدق. وكان الصيام في أول الأمر من حين ينام الإنسان، لو نام بعد المغرب حرم عليه الطعام والشراب إلى من باشر، إلى من بكرة ما يذوق شيء، يجب عليه يصوم. وإن بقي بلا نوم فمن حقه أن يأكل ويشرب حتى يصلي العتمة، يصلي العشاء، يصلي العشاء. فجاء أبو قيس صرمة رضي الله عنه يوما من الأيام، كان يعمل في بستانه في حقله ليل نهار، يستعمل يعمل يعمل، فلما كادت الشمس أن تغرب جاء إلى أهله متعب وجايع صايم،
فجاء إلى امرأته فقال هل عندك من شيء؟ قالت والله ما عندي شيء لكن أروح ألتمس لك، أبحث أدور لك شيء تأكله تفطر عليه. فخرجت رضي الله عنها تلتمس له، فعادت مسرعة ما أبطت عليه، لكن أذن المغرب وهو منسدح ونام، غمضت عينه متعب وجايع ينام على طول. يوم جاءت مشت من عند رأسه إلى ما أبوه نايم، يا خيبتك نمت وراك؟ قالت شكرا الله. قالت خلاص أنا أجيب الطعام بس ما يصلح تأكل. قال لا والله ما يصلح أكل، أنا لن أذوقه ما بيه، الحرام ما يصلح، ولا لو أكل ما يدري عنه أحد إلا زوجته وزوجته ما معلمتين عليه، أو كذب نفسه قال لا أنا ما نمت أو كذا أو كذا تأول. لا، الإيمان راسخ في قلبه رضي الله عنه وأرضاه، فصام فأصبح صائم ما يستطيع على البستان هالحين، يرى يمشي. يوم صار قبل الظهر شوي ولم طاح مغشين عليه، أمس يشتغل واليوم ما يقدر وراك، الله ما أقدر. الله جل وعلا مطلع على أحوال عباده، يراهم، يطلع على أعمالهم، ويثيب المخلص من المسيء، يثيب المخلص يعطيه على قدر إخلاصه. قد يعمل الإنسان عملا بسيط ما يكلف شيء فيثيبه الله عليه الجنة لأنه أخلص لله في هذا العمل. وقد يعمل المسلم العمل الكثير، يتصدق بمئات الملايين والآلاف وكذا وكذا، ما يحتسب له منها شيء، لأن الله جل وعلا ما يثيب إلا على ما كان خالصا لوجهه. قد يكون المرء يعطي العطاء الجزيل لكن يحب أن يتحدث عنه، يحب أن يقال فلان صدق، هذا صدق فلان كثر، هذا تقي، هذا يمدحونه لأنه أعطى عطاء جزيل، وهو يريد هذا المدح فلا يستفيد شيء. كما رؤيا في المنام أن رجلا سمع رجلا عطس، والعاطس هذا في البحر، وقال العاطس الحمد لله، قال هذا في البحر ما عنده أحد يشمته، استاجر لنش يقولون بريالين، استاجر لنش بريالين وركب وراح لأمه قال يرحمك الله. قال الرجل اللي بالبحر يلا أهديكم الله أصلح بالكم، ثابه الله. فرؤية في المنام أن فلانا اشترى الجنة بريالين درهمين، يعني الإنسان ما يحقر شيء، ما يحقر شيء. أنا أقول للإخوان مثلا إذا دخلت المسجد وأنت هوجس أو معك واحد سولت وياه أو نحو ذلك وقدمت رجلك اليسار، ارجع القهقرة شوي وقدم رجلك اليمين وادخل، ارجع القهقرة، ارجع على وراك وقدم رجلك اليمين وادخل. إذا دخلت الحمام وأنت تهوجس أو ما معك أحد تحسي عليه أو شيء من هذه الأمور، قدمت رجلك اليمين فارجع، ارجع وقدم رجلك اليسار. وهكذا أن الإنسان يحرص على تطبيق السنة وإن كانت أشياء يسيرة لكن يحتسبها عند الله تبارك وتعالى، الله مطلع. فهذا الرجل أغشي عليه يوم أنه أصبح ولا ذاك شيء من أمس، ما استطاع يمشي، فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يشكي الحال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه وأرضاه قوي في الحق، قوي، لكنه أحيانا تغلب عليه القوة في الحق وفي غيره، كعادته في الجاهلية، كان في الجاهلية قوي على الحق والباطل. فجلس بعد صلاة العشاء أو قبلها
مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم جاء إلى زوجته يبيها عن نفسها، يبيها زوجته، قالت إني نمت، انتظرتك ونمت. قال لا، ما نمت. يلا، فعام به رضي الله عنه ما صبر عنه، وين الباسل ما يصرح. عام به تدرون ايش معناه؟ يعني اشتغل شغلته. يوم قضى منها انتبه لنفسه، قال اخطيت انا، وقعت بالخطا. راح يشتكي على الرسول الحالي، قال يا رسول الله اني جلست معك البارح ورحت لزوجتي وقالت اني نمت، ما يصلح انك تقرب مني، واني قربت منها ما صبرت. قال حتى انت يا عمر ما صبرت على نفسك، ما اخذت بالقوه، ما تقويت على نفسك، قلبت نفسك. قال والله هذا اللي حصل، اخبرك بما حصل عليه الصلاه والسلام. فندم عمر رضي الله عنه، هذا واحد بالاكل وواحد بالصيام، بالجماع، جماع الزوجه بعد النوم. فانذر الله جل وعلا كما سياتينا: احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. هذا سياتي ان شاء الله بالتفصيل في وقته، بس احنا جبناه على اساس انه نزل قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين تطوع خيرا فهو خير له. فأنزل الله جل وعلا الرخصة للمؤمنين في الجماع والأكل والشرب إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. هذه ثلاث أحوال للصيام، ثلاث أحوال للصيام كما تقدمت. كان أول الصيام 3 أيام من الشهر، ثم كان الصيام رمضان وليلة الصيام ما يقرب زوجته إذا نامت أو نام هو، ولا هو ولا يأكل ولا يشرب إذا نام أحدهم. فرخص الله جل وعلا للعباد في الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات كل الليل إلى طلوع الفجر. علم الله أنكم تختانون أنفسكم وتاب عليكم وعفى عنكم. فهذه تدرجات الصيام كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: تدرج الله بالصيام وبالصلاة وبالعبادة وبالخمر، تحريم الخمر وهكذا. فكان الخمر وأول الأمر، يعني الإنسان يشرب متى شاء خمر، إنهم تعودوا على هذا ونشوا عليه. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني فيها ضرر. العاقل ما يشرب الخمر وإن كان مودين عقل، كما قال أحد سادات العرب، قيل له: ألا تشرب الخمر؟ قال: لا، ما يمكن أشرب الخمر. أصبحوا سيد القوم وأمسي سفيههم، أصبح أن يشرب الخمر. أنا سيد، أنا سيد الناس والسفيه ما يصبح سيد، وأنا إذا شربت الخمر صرت سفيه. فكرهها بعض الناس قبل الشرع، فقال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. لا تقرب الصلاة وأنت سكران، لأنك ما تدري ما تقول. فحرمت الخمر بعض اليوم، حرمت قبل صلاة الظهر، وحرمت من بعد الظهر إلى العصر، وحرمت من العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، لأن هذا كلها إذا انتهى من صلاة، وإلى الصلاة الأخرى قريبة صار يشرب الخمر فقد أضحى والليل، إن الليل يصحي قبل الفجر والضحى يصحيح قبل الظهر. ضيق الله وقتها حتى يتعود الناس على الامتناع عنها. فنزلت وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه،
فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، ما يكفينا هذا يا ربنا، بين لنا بيانا شافيا. فأنزل الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، اجتنبوه. فقال: انتهينا انتهينا يا عمر. جاء الحمر الأمر من الله جل وعلا بتحريم الخمر مطلقا. وهكذا الله جل وعلا يتدرج مع عباده حتى يتعود الطاعة ويقوم عليها. يقول الله تعالى آمرا هذه الأمة بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية خالصة لله عز وجل، لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط. لا تغضب سيبويه فيعز علينا. وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيهم أسوة. وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، ليختبركم جل وعلا. وقال لنا هنا في الصيام: كما كتب على الذين من قبلكم. فانتبهوا، الصيام ليس مفروضا عليكم وحدكم، بل الصيام مفروض على كل العباد. فأنتم أوتوا بصيام صحيح كامل، احذروا النقص، احذروا أن تخدشه، تتكلم في زيد أو في عمرو أو كذا أو كذا، أو تسب أو تقاسم. فإن سابه أحد فليقل إني صائم، وهكذا. فالله جل وعلا يبين لعباده أن المجال مجال تفاخر وتسابق وتنافس في الخيرات. فإذا كان إنك تريد الثواب الجزيل فأتي بالصيام كما أمرك الله جل وعلا، واسبق من قبلك من الأمم. كما كتب على الذين من قبلكم، هم تلاعبوا بصيامهم، ونحن والحمد لله حفظنا صيامنا بهاجزين عن زيادة أو نقص. كره لنا صلى الله عليه وسلم صيام يوم الشك، وحرم علينا صيام يوم العيد، لأجل يكون الصيام محفوظ ما في زود ولا نقص، لأن أهل الكتاب تلاعبوا بصيامهم فساءت حالهم والعياذ بالله. نعم. ولهذا قال هنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان، وهذا ثبت في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء معنى يعني حاجز، يحجز الصيام عن الوقوع في الإثم. فمن استطاع الصيام استطاع الزواج فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، إذا كان ما يستطيع الزواج فليصم، يكثر من الصيام، لأن الصائم ما يلوه نظر في الجريمة والزنا والفجور، يكون صائم لله جل وعلا، يحفظه الله جل وعلا بذلك.
نعم. كان الصيام في ابتداء الإسلام 3 أيام من كل شهر، ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان. وعن معاذ وابن مسعود وغيرهما إن هذا الصيام لم يزل مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة ونام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها. العتمة صلاة العشاء. نعم. ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي المريض والمسافر لا يصومان بل يفطران ويقضيان بعده بعدة ويقضيان بعده ذلك أياما أخر بعدة ذلك أياما أخر. وأما الصحيح المقيم إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. والصيام أفضل من الإطعام، قاله ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من السلف، وذلك لقوله تعالى: ثم أنزل الله تعالى الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. كان المستطيع وغير المستطيع له أن يطعم في صدر الإسلام، ثم نسخ بحق المستطيع الصيام فأوجب الله جل وعلا عليه الصيام، ولم يجد له أن يفطر ولا يجوز له أن يطعم، ثم إنما بقي الإطعام لمن كان عاجزا عن الصيام. من كان عاجز فله أن يصوم أن يطعم عن كل يوم مسكين، كما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أفطر السنتين الأخيرتين من حياته لأنه طال عمر وتجاوز 100 رضي الله عنه، وكان في السنتين الأخيرتين من حياته ما يستطيع أن يصوم مع فكره وعقله باقي رضي الله عنه، فكان يطمع 30 مسكينا إذا دخل رمضان ويطعمهم طعاما يشبعهم ويفطر سائر الشهر. نعم. وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. نسخت جواز الفدية. نعم. وروي أيضا عن ابن عمر أنها منسوخة. وروى البخاري عن ابن عباس أنها ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وعلى هذا قراءة: وعلى الذين يتطوقونه، يتطوقونه يعني يشق عليهم أن يطعموا عن الصيام. نعم. وحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأما الشيخ الفاني الهرم ففيه قولان، والصحيح منهما الإفطار ويجب عليه فدية عن كل يوم،
وفي صحيح البخاري: فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. رواه البخاري معلقا. وقد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده. ويلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما. أنس بن مالك رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. يروى أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة جاءت أم أنس رضي الله عنها به، فقالت: يا رسول الله، ما من أحد من أهل المدينة إلا وهو يحب أن ينحلك يعطيك هدية، وإني أنحلك هذا ابني يخدمك. فقبله عليه الصلاة والسلام، فكان يقضي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أمه: يا رسول الله، لا تنسى خويدمك، ادعو له خويدمك. فدعا له صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد والمغفرة، أربع خير الدنيا والآخرة جمعها له عليه الصلاة والسلام. هذه راتبه طول 10 سنين، حصل على الميزة العظيمة، ما أخذ الرواتب ولا شيء رضي الله عنه. فيقول: حصلت الثلاثة اللي أعطانا الرسول صلى الله عليه وسلم، طول العمر تجاوز عمره 100 سنة، وكثرة المال كان بستانه يثمر في السنة مرتين، والشم رائحة الطيب من بستانه مسافة بعيدة، ودفن من ولده فوق 170 أولاده، أولاده لصلبه كثير كثر، وماتوا أكثرهم قبله وبقي بعده ناس رضي الله عنه. يقول: وأنا أنتظر الرابعة، الرابعة ما يدري عنها إلى الآن، لكن إن شاء الله تحصل، وحصلت له المغفرة من الله جل وعلا رضي الله عنه. والحامل والمرضع كذلك، إذا خافت على نفسها أو خافت على الولد اللي في بطنها، قالت: أنا أتحمل الصيام لكن ولدي اللي بطني ما أتحمل، ما يجي شيء، أو اللي خارج ترضعه، رخص لها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين وتقضي. الحامل والمرضع تقضي، لأنها ترجو أن شفاء والعافية.